في إطار حملتها وفق القوانين الدولية المتعلقة بالبضائع المقلدة وأحكامها والمختص بالإشراف على السلع والخدمات، ضبطت وزارة التجارة والصناعة عن طريق فريق طوارئ الأحمدي إحدى الشركات بمنطقة الفروانية، والتي تقوم بتصنيع عطورات مقلدة وتعبئتها بقنان لعطور ماركات عالمية عن طريق مواد كيميائية مجهولة المصدر. نتابع وإياكم. فريق طوارئ الأحمدي بقطاع حماية المستهلك وعبر تحرياته الدقيقة قام بضبط مصنع لتعبئة العطور المقلدة. هذه العطور تباع على أنها أصلية، الأمر الذي يعد غشا تجاريا. طبعا اليوم فريق وزارة التجارة الكوت طوارئ الكوت تمكن من ضبط أحد الشقق في تجارية في الفروانية، وهو يقوم في عمل غش تجاري في العطورات. مثل ما أنتم شايفين هذه العطورات كلها عبارة عن ماركات أصلية، زين، يتم تزويرها وتقليد غش تجاري في محتواها. طبعا هذه المواد العطرية بماركات مشهورة يتم تعبيتها بهالطريقة هذه. طبعا هذه العلبة فاضية وهذه الأوبر يتم تعبيتها بهالطريقة هذه، وطبعا هذه تم تعبيتها كلها. طبعا هذه المواد الموجودة حاليا اللي هي الأوبر بهالطريقة هذه، وبهالطريقة أول المواد هذه اللي يفكون فيها العلب، وهذه المواد كلها العطرية يتم خلطها بمادة مجهولة المصدر. وزارة التجارة قامت بالتحفظ على 2000 قنينة عطر لماركات عالمية مقلدة، تمهيدا لإحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية. طبعا هذه ماركات مقلدة ما تدري شنو محتواها، ممكن يأثر على سلامة المستهلك، ممكن لامس الجلد، يمكن كذا، ما تدري شنو. فإحنا دائما ننصح المستهلك أنه ما يشتري إلا من مصادر موثوقة، مصادر معروفة، محلات. فهذا طبعا عن طريق موقع، قاعد يسوق عن طريق موقع ماركات عالمية بأنواعها، بأنواع جميع أنواع الماركات العالمية موجودة. طبعا شقة تجارية هم يقومون في التسويق عن طريق حتى الكول سنتر، يسوي لهم مثل كول سنتر، والحمد لله تمكننا. دائما احنا فرق وزارة التجارة دائما في المرصاد لجميع المخالفين. وزارة التجارة والصناعة تؤكد عبر هذه الجهود المضنية أن سمعة دولة الكويت العالمية وصحة المستهلكين ليست للبيع. خالد الأصفر، تلفزيون دولة الكويت.